السلام عليك صديقي، مرحبا بك في هذا الفيديو الذي أقرأ أفكارك. أجل سأقرأ أفكارك أنت، لذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الآن تابع معي، سوف أريك الأوراق واختار أي ورقة تريد إلا هذه، فهذه واضحة جدا. حسنا مستعد؟ أتمنى أن تكون قد اخترت ورقة. الآن سوف أضع الأوراق الحمراء جانبا، سوف أخذ الأوراق الخضراء. الآن انظر جيدا إلى الأوراق وابحث عن الورقة التي اخترتها، أظن أنها غير موجودة أليس كذلك؟ الآن سوف تأمرني بالتوقف في أي مكان تريد، مثلا هنا مثلا، سأضع الورقة هنا. نأخذ ورقة أخرى مثلا هنا. إنها أوراق عشوائية، أخذها عشوائية. هنا مثلا الورقة الثالثة هنا، الورقة الرابعة. لتأكد فأخلط الأوراق، أخذها عشوائيا أي ورق، أخلط مجددا. ورقة السادسة، الآن بحكم لا يوجد شخص أمامي لكي يختار أي ورقة من الأوراق الستة، قمت بكتابة هذه الأرقام لكي أقوم بعمل قرعة لكي أخذ أي ورقة عشوائيا. كما ترون لا يوجد أي غش ولا أي شيء. الآن سأخذ ورقة عشوائية. إنها الرقم 4. وقع الاختيار على الورقة الرابعة. 1 2 3. انظر جيدا الى الاوراق الان، تأكد هل الورقة التي اخترتها موجودة هنا. اظن انها غير موجودة، لذلك يبقى الاختيار على هذه الورقة. استعد. حسنا، الورقة التي اخترتها 3 2 1. هذه مهلا، ليست هي، حقا ليست هي. حسنا، تابع معي. ها هي هذه الورقة التي اخترتها، وإنها حمراء كما ترى، 3 دائما.
أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابك، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد، وأيضا وضع لايك للفيديو إن كانت الكارت التي اخترتها هي الثلاثة الدائمة.